ومن المعروف أن الحيوانات المفترسة زي الأسود والدببة وغيرهم كثير من المعروف أنهم بيعيشوا في الغابات أو بنشوفهم في حدائق الحيوانات أو في يعني أماكنهم، لكن هذا المفهوم غيره الشاب السعودي أسامة الدغيري اللي دفع حبه للحيوانات لترويضها وحقق شهرة واسعة ومتابعة كبيرة على مواقع التواصل. خلينا نتوقف ونحضر فيديو جديد للدغيري وهو بيلعب مع صديقه الدب وكأنه بيلعب مع قطة أليفة. Wow.